مشاهدينا، اي سيده مقبله على الانجاب بتحاول تحافظ نفسها وبتهيئ نفسها انها ازاي تقبل على الانجاب بشكل سليم، تحافظ على البيضات اللي عندها، تحافظ على بعض الاكلات اللي ممكن بتاكلها، تاكل حاجات فيها فيتامينز معين، بتتجنب بعض الحاجات اللي النهارده هنتكلم فيها بالتفصيل مع ضيفنا اللي منورنا دكتور محمد ابراهيم اخصائي الحقن المجاري واطفال الى نبيب بمركز دار الطب. اهلا بيك يا دكتور، منورني مساء الصحه. يمكن زي ما انا قلت في سيدات كتير بيكونوا مقبلات على الانجاب بيحاولوا يحافظوا نفسهم وياخدوا بالهم كده دكتور، محسوكين كده في كل حاجه، اكل ايه ما اكلش ايه، هل في محاذير معينه؟ عايزه بقى ان حضرتك توصل لي لكل الساده المشاهدين ايه الحاجات دي كلها. بص، السؤال اللي انت طرحتيه مهم جدا، لان احنا نمط الحياه بتاعنا دلوقتي اصبح غريب. نمط الحياه عباره عن ضغوط نفسيه، اكل من الشارع بره البيت، مفيش التغذيه السليمه. واحنا اما بنقول نمط التغذيه السليمه يا مروه، مش ان انا باكل ثلاث وجبات او باكل وبشبع، لا. قد تكون الوجبه بتاعت حضرتك اللي انت بتاكليها مش مكتمله العناصر المسؤوله عن جوده البيضات او بناء الجسم بصفه عامه، وبالتالي بالرغم ان انت بتاكلي كويس جدا، او يعني يظهر يعني كلمه حق يراد بها باطل، يعني انت بتاكلي كويس جدا وثلاث وجبات، ولكن ممكن يكون المعادن والفيتامينز اللي احنا عايزينها لنشاط هذا العضو مش موجوده. وبالتالي احنا ممكن موضوع الحلقه ده النهارده نقسمه لثلاث اشياء رئيسيه. اول حاجه نقدر نقول ايه اللي بيرفع من جوده البيضات، ممكن نقول مجموعه من الفيتامينات اللي احنا ممكن ناخدها بطريقه معينه واقول لحضرتك عليها ترفع من جوده البيضات. رقم 2 سلوكيات الحياه. رقم 3 بروتوكولات العلاج. طب يعني ايه جوده البيضات؟ يعني احنا عايزين هذه السيده سواء لجأت الى الحمل الطبيعي او لجأت الى الحقن المجهري تكون البويضه اللي احنا المفروض تخصب بالحيوان المنوي في اعلى مستوياتها، وتكون البويضه بتاعتها مكتمله الصفات الوراثيه، وبالتالي فرص حدوث الحمل الطبيعي او الحقن المجهري بتبقى عاليه جدا في ظل جوده كويسه جدا من هذه البويضات. طب ايه اللي يرفع من الجوده؟ ايه مجموعه الفيتامينات اللي هو رقم 1 في الحلقه؟ عندك النهارده كل مضادات الاكسده بصفه عامه بترفع من جوده البيضات، عندك فيتامين سي اللي موجود في الليمون، عندك فيتامين هي ده مهم جدا، عندك كل الفيتامينز زي مثلا عندك انزيم الكوكيوتين ده يعني ده مجموعه من الفيتامينات تساعد على رفع جوده البيضات، كل هذه عندك صفار البيض على فكره من احد الفوائد المهمه جدا في رفع جوده البيضات. جميل. عندك الموز بيبقى فيه عناصر كتير جدا، يبقى مجموعه من الفيتامينز تمام، وعشان كده شركات الادويه بدات تحط كل هذه العناصر في تابلت كده، وبعدين تقول دي المجموعه القويه للست اللي داخله على الحمل، دي منشط مكمل غذائي قوي جدا او بيرفع من درجه سكر المرض. الكلام ده مظبوط بالفعل، لان هم عرفوا العناصر اللي بتفيد من جوده البيضات وبداوا يجمعوها كلها في قراص معينه ويدوها لهذه السيده اللي داخله على عمليه ايه الحمل الطبيعي او الحقن المجهري. ده بالنسبه لمجموعه الفيتامينز. طب النهارده ايه سلوكيات الحياه بتاعتنا؟ التدخين. التدخين احد اعداء جوده البيضات. يعني الكحوليات والتدخين والحاجات دي كلها، بس احنا طبعا الكحوليات عندنا بتبقى بنسبه اقل بكتير، ولكن التدخين ده شائع ما بين السيدات في الفتره الاخيره، وبالتالي نظرا لتغير نمط الحياه، وبالتالي التدخين ده تقدر تحطيه كده احد اعداء المراه في كل حاجه على فكره. يعني احنا اتكلمنا على جوده البيض، احنا بنتكلم على الحمل، بنتكلم على تشوهات الجنين، بنتكلم على الولاده المبكره، بنتكلم على الاجهاض المتكرر. حط كل سيئات التدخين تؤثر على جوده البيض، تؤثر على الحمل الطبيعي، تؤثر على الحقن المجهري، تؤثر على كل شيء يتعلق بخصوبه المراه. ودي الحاجات اللي احنا كتير قوي ناسيينها، والست تقول لك ايه طب ما في ستات بتشرب سجاير وبتحمل وزي الفل. ما ديت انا لا اقيس على الاستثناء. يعني انا النهارده لما يكون عندي 90 حاله بيشربوا سجاير و10 بس اللي هم حملوا، لا اقيس على 90 ما اقيسش على في طبيعه جسم سيده معينه ممكن بتعدي. دي النقطه الثالثه بقى اللي احنا هنقولها بتاعت بروتوكولات العلاج. يعني ايه بروتوكولات العلاج؟ قد اكون انا النهارده كطبيب او المريضه بتاعتي لا تاثير على جوده البيضات، ده حاجه غريبه جدا. ازاي؟ ان انا النهارده في بعض السيدات اللي بتلجا الى الافراط في عمليه تكرار تنشيط المبيضين، طب ما ده هيؤثر على مخزون المبيض وهيؤثر على جوده البيضات في المستقبل، وبالتالي نمط العلاج نفسه اللي هي بروتوكولات العلاج قد يكون لها التاثير السلبي على عمليه جوده البيضات. يعني ايه؟ يعني انا النهارده بتجي لي سيده بقى لها سنتين بتاخد ادويه تنشيط. يعني انت حضرتك انهكت المبيض بادويه تنشيط لا طائل من ورائها. يعني ايه؟ يعني تخيلي ست بتاخد ادويه تنشيط كل شهر وبتستنى نزول الدوره الشهريه، بتاخد حاجه اسمها الحقنه المفجره، وتاخد حاجه عشان بطانه الرحم، طب ما ده كله بيأثر بالسلب على الصحه العامه وعلى الجسم المناعي وعلى جوده البيضات وعلى كيفيه الاستفاده من المبيض مستقبلا. يبقى انت هذه السيده ضرتها. يبقى انا كطبيب النهارده المفروض لو اي سيده هتلجا الى ادويه تنشيط في وقت ما
تحت اي بند المفروض انا هتكون محدد ادويه التنشيط بفتره زمنيه معينه لا اتجاوزها، حفاظا على جوده البيض وحفاظا على مخزون مبيض لهذه السيده مستقبلا. وانت تاني، طب وانت عشان تعمل جوده بيض تعمل ايه؟ تشوف مقدار جرعه التنشيط اللي تتناسب مع الوضع اللي انت عايزه. يعني الست النهارده انت بتعملها الحمل الطبيعي بتتابعه، تمام، انت عايز بيض او اتنين، مش لازم اديها 6 حقن في اليوم 4 حقن في اليوم و12 يوم حقن وحاجه زي كده. يبقى انت لازم تنظم يعني التنظيم بتاع الحمل الطبيعي او تنشيط المبيض بناء على فتره زمنيه معينه. يبقى انا النهارده الرساله اللي احنا بنحاول نوصلها، سواء انت النهارده مجموعه فيتامينات، بس مش معنى كده ان كل سيده النهارده تسمع الحلقه دي تطلع على الصيدليه تروح تشتري مجموعه من الفيتامينات عشان الدكتور النهارده قال الموز وفيتامين ه وفيتامين سي والانزيمات والكوكتيل والحاجات دي كلها. لا، هي لازم الامور لها ضوابط، يعني اللي بيحدد هذه الضوابط هو الطبيب المعالج بتاعي. ليه؟ لانه في بعض السيدات عندهم نقص في حاجات تانية كتير لازم تتعوض، في بعض السيدات اساسا عندهم انيميا بعيد بقى عن الفيتامينات اللي احنا قلناها ومضادات الاكسده دي كلها. والانيميا ممكن تاثر بالسلب على الانجاب. يعني احد المصائب اللي عندنا هنا الانيميا، الانيميا بتاثر في كل حاجه، بتاثر في جوده البيض، بتاثر في الحمل، وده احد اسباب الاجهاض المتكرر واحد اسباب تشوهات الاجنه. ليه؟ لانه حضرتك لما يحصل انيميا يبقى الامداد الدموي اللي رايح لكل الاعضاء اللي بتشتغل في الجسم مش شغال بقى بكفاءه عاليه، وبالتالي الانتاج بتاع كل عضو مش هيبقى كويس. جميل. يعني النهارده الدم اللي رايح للمبيض ما فيهوش الاكسجين المناسب لعمليه انتاج البويضات وعمليه الحفاظ على جوده البويضات داخل انسجه المبيض. هل انت تعتقد النهارده لو الكميه دي مش مناسبه او الاكسجين فيها مش كويس، هل الكفاءه بتاعت المبيض وجوده البيض هتطلع بنتيجه كويسه؟ لا طبعا، هتطلع بالسلب. وبالتالي برضو فرص حدوث هتيجي الست تقول لك ايه، والله مش عارفه بنتي ما بتحملش ليه، ده هي كويسه وجوزها كويس، تعملها يعني صوره دم تلاقيها هيموجلوبين 7، عندها انيميا. انت عندك انيميا، انيميا دي عارفه يعني ايه؟ يعني مشكله في العلاقه الزوجيه، نهجان باستمرار، دوخه باستمرار، مفيش وصول للحمل المناعي البويضه، كل هذه الاشياء بتسبب عمليه فشل في الحمل. لو حصل حمل ممكن يعني ينتهي بالاجهاض، وبالتالي جوده البويضات احد المعايير اللي احنا بنرتكن اليها سواء في الحمل الطبيعي او الحقن المجهري. النهارده الحلقه لازم نغير نمط الحياه. لازم نكون احنا برضو الضغط النفسي احد الاسباب الكارثيه، العوامل المهمه جدا. طب احنا بنتكلم على دي كلها ليه؟ لانه طبيعه الحياه عندنا بقت سريعه، النهارده الستات كلها بتشتغل، النهارده الستات كلها من اول يوم بتتجوز فيه هي بتدور على الحمل. طب ليه؟ عشان انتشرت الحالات التلفزيونيه والسوشيال ميديا، انتشر التعليم والثقافه بدات تزداد، وكل الناس بدات تسال، يعني زي ما بقول لك ايه، العالم كله بقى قريه صغيره. وبالتالي الست النهارده اول ما تتجوز على النت، تمام، ايه اسباب جوده البيض؟ طب انا ما بحملش ليه؟ فالضغوط العصبيه، الست بتشتغل فما عندهاش وقت تفكر. طب الشغل ده فيه ضغوط عصبيه اسمها ضغوط العمل. في عدم تغذيه كويسه، ما الناس اللي بتشتغل النهارده من 9 الصبح ل 7 بالليل، انت بتتخيلوا ما بياكلوا ايه بره في الشغل بتاعهم؟ حاجات بقى مشروبات وسوائل وحاجات ايه كلها نواشف وحاجات زي كده. فبرضه بالظبط كده، فده مش هتقدم الوجبه الغذائيه السليمه وبالتالي اللي انا محتاجاها بالظبط كده، وبالتالي ده هيؤثر بالسلب. ونيجي نقول والله يا دكتوره ما بعرفش ما بحملش ليه، تلاقي الست تشرب سجاير بطريقه عنيفه جدا، بتشتغل بال 12 ساعه، ما بتقعدش مع جوزها فترات طويله، على طول تحت ضغوط عصبيه وضغوط العمل، وتيجي تعملها مثلا وظائف كبد او كده او صوره دم، تلاقي مثلا الانيميا عندها ايه متلخبطه، وتيجي تقول لك والله انا مش عارف. لا، انت لو انت على فكره انت مجرد بس ما تبطلي النمط بتاع الحياه، مش كده بقول لهم ايه روحوا اقعدوا في البيت ما تشتغلوش، ولكن تغيير سلوكيات الحياه، تغيير نمط الحياه، تغيير الفكر اللي انا عايز اشتغل بيه. يعني النهارده ما اقعدش اكون عندي 30 سنه واقعد اسيب نفسي لغايه 34 سنه وبعدين اقعد ادور على جوده البيض وبعدين ابدا افكر في الحمل عند سن 35 سنه. طب ما انت كده ضيعت فتره كبيره انت جدا. انت لو عملنا كل الحاجات اللي النهارده قلنا عليها دي، تناول الفيتامينز معينه طبعا تحت اشراف الطبيب ونمط الحياه المختلف اللي احنا بنعيشه كده، انت بتاهل اي سيده انها تحمل بشكل مظبوط. على فكره 20% ودي نسبه مش قليله من الناس لو اتبعوا هذه التعليمات اللي بيدوروا على الحمل هيلجأوا يحملوا بالصوره الطبيعيه. مش هلجأوا للحقن المجهري. يعني لو انت مسكت 100 حاله، لو عملتوا الضوابط اللي احنا قلنا عليها دي كلها، يعني ال 100 حاله اللي احنا اتكلمنا عليهم دول مثلا وظبطنا الامور اللي احنا قلنا عليها، 20 حاله منهم يعني لو ال 100 هيلجأوا للحقن المجهري لاي سبب، 20% منهم لو ظبطنا الامور النمطيه وخطه العلاج وحاجات كلها ممكن يحملوا طبيعي بمنتهى السهوله. دكتور محمد انت نورتني النهارده بكل المعلومات الجميله اللي احنا النهارده استفدنا بيها، قلناها لكل الساده المشاهدين. مشاهدينا بنشكر ضيفنا اللي كان منورنا النهارده دكتور محمد ابراهيم، اخصائي الحقن المجهري واطفال الانابيب بمركز دور الطب. شكرا ليك جدا. شكرا يا دكتور، دايما بتنورنا في ازاي الصحه. مشاهدينا كده فقرتنا انتهت، استنونا فقرات دايما متجدده وازاي الصحه.
في حكمة بتقول إيه بقى؟ بتقول happiness is a place between too much and too little. يعني السعادة دي هي الإحساس الجميل بين أي حاجة زيادة عن حدها وأي حاجة قليلة قوي، يعني هي الحتة اللي في النص. بالبلدي كده زي ما بنقول خير الأمور الوسط. طيب أنا بشوف من وجهة نظري المتواضعة إن السعادة دي نسبية، كل واحد عنده حاجات بتخليه مبسوط، ولكن في الآخر بنجتمع إن الحاجة دي هي اللي بتبسطنا. ناس بيبسطها الكلام الحلو، ناس بيبسطها اللبس، ناس بيبسطها نجاح في الشغل، ناس بيبسطها إن جوزها يحبها، ناس بيبسطها إن ولادها يكونوا ناجحين، ولكن في ناس بيبسطها الأكل. ده بجد أنا أعرف ناس كده. أنا شخصياً لما بيكون مودي وحش لما باكل حاجة حلوة كده بحس إن أنا مبسوطة. طب لو موضوع السعادة ارتبط بالأكل وبقى هي دي المتعة الوحيدة في حياتنا واحنا نفسنا نخس بس للاسف مش قادرين نمنع نفسنا عن الاكلات اللي بنحبها، مين يقدر يعمل لنا ده؟ كتير بنخاف من العمليات الجراحيه وده حقكم، كتير ما بنحبش ناخد اي ادويه وده برضو حقكم ودي اختيارات، كتير احنا مش قادرين ان احنا نلعب رياضه، وكتير احنا بنبقى عايزين نخس من غير اي حاجه واوزان كبيره. طب مثلا لو شخص عنده 100 كيلو جرام زياده عايز ينزلهم، ضيفتي تقدر تعمله ده؟ بالفعل هي قدرت تعمل ده وقدرت تحقق السعادة من خلال ان هي تغير لك حياتك، انك تغير حياتك، ستايل لبسك، حياتك الاجتماعية، ستايل شغلك، فهي بالتالي تستاهل هذا اللقب، هي لقبت به صانعة السعادة. لما شخص يكون صانع السعادة عايزين نعرف هو بيعمل ايه عشان يخلينا سعادة. خلوني ارحب بضيفتي اللي يعني صاحبة الرقم الاكبر في النزول عدد كبير جدا من الكيلوجرامات، مفيش ادويه ومفيش عمليات جراحيه. ازاي؟ هنعرف دلوقتي من ضيفتي الجميله دكتور اميره لطفي، واستشاري التغذيه العلاجيه، دكتوراه التغذيه العلاجيه والسمنه وانقاذ الوزن، ماجستير التغذيه العلاجيه من جامعه الينوي الولايات المتحده الامريكيه، وعضو الجمعيه الامريكيه والبريطانيه لدراسه السمنه، وطبعا صاحبه ومؤسسه مجموعه مراكز دكتور دايت اند بيوتي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. ايه كل الحاجات دي؟ صغيره قوي على كل ده ما شاء الله. اشكرك على المقدمه الجميله دي بجد والله فعلا، وانا مبسوطه النهارده باستضافتكم ليا في البرنامج، واتمنى تكون حلقه جميله يا رب كده ومفيده لكل الناس ان شاء الله باذن الله. طيب من اول طلتها علينا هي عندها ابتسامه حلوه، فهي فعلا تستاهل لقب صانعه السعاده. كلميني عن اللقب ده، ليه ادهولك؟ وهل فعلا ان انت لما بتغيري حياه حد بسبب الزياده المفرطه في الوزن فده بيسبب له سعاده، فعشان كده لقبوكي بصانعه السعاده؟ طبعا هو سؤال مفاجاه. اصل انا يعني عارفه اللي هو فعلا انا بحس ان اللي بيغير حياه حد هو بيديله السعاده وبيقدمها له. اجمل حاجه في الدنيا ان انت تقدري يكون لك دور ولو صغير جدا في اسعاد الناس. فمن هنا انا لما شفت الاسم ده ابتدى يتشير وابتدى يطلع في كومنتس على السوشيال ميديا، وابتدت الناس يعني تقررت خلاص، هم اللي قرروا ان هم يحطوا ده عشان الحالات انت فعلا اسعدتيها. حسيت ان انا اندر ستريس، يعني اللقب ده بيحط الواحد تحت ستريس رهيب، ان هو مجبر ما عندوش اختيارات، ان هو فعلا مجبر انه يوصل الناس دي للهابينس او للسعاده. يعني من مجال شغلي اقدر اوصلهم لايه؟ اقدر اوصلهم ان احنا بنقول الشكل المثالي والقوام المثالي والهيئه الحلوه اللي اي بنوته في الدنيا بتحلم بيها. بس خدي بالك ان الشخص يخس ده هيفرق مع شكله، هيبقى حلو جدا، حياته الاجتماعيه هتبقى حلوه، هيخرج صحيح. ويقابل الناس. الحياه العاطفيه الواحده تبقى واثقه من نفسها. الشغل، الصحه، ان احنا نقدر نتحرك، كل يعني كل ده فعلا هي من مسببات السعاده. صحيح صحيح. احنا اتفقنا قبل الهواء، انا قلت لها انا بحب الاكل وكل الناس بتحب الاكل وما بحبش اخد ادويه وما بحبش اعمل عمليات جراحيه، النهارده هتخسسينا يعني هتخسسينا. كلمينا عن مثلا انواع الدايت اللي بتستخدميها. انت ما بتديش حتى اي سبلمنت ولا اي حاجه؟ لا، يعني انا معروف عني حتى في السوشيال ميديا ان انا يعني عدوة الادويه. يعني انا بحب فعلا ان احنا نشتغل بشكل صحي جميل، طالما قدرنا ان احنا بدون ادويه نوصل لحد فوق ال 100 كيلو نزول وزن ونقدر ان احنا نثبت اوزان الناس، طب ليه احتاج ان انا اخد ادويه تخسيس؟ طب هدفك ده ايه يا دكتور امان؟ انك تحافظي على صحه مثلا الحاله ما تعرضيهاش لاي حاجه، لان ساعات الادويه دي بتخلي الواحد فعلا تحت ستريس، بتغير الحاله النفسيه. طبعا اكيد كمان. اكيد الادويه، بصي يعني خلينا متفقين ان الادويه ليها سايد افكتس رهيبه. يعني انا النهارده باثر على الكبد، باثر على الكلى، بأثر على المخ، معظم أدوية التخسيس بتشتغل على المخ. طبعا يعني أنا رأيي ما بني على باطل فهو باطل. تمام. لكن الحاجة الدايمة اللي أقدر أكمل عليها حياتي هي أن أنا أعمل تغيير في سلوكي التغذوي. يعني أن أنا
اغير حاجه كبيره يقدر الانسان بعد كده مش اول ما يسيبها يرجع تاني للوزن اللي هو فيه. هو النهارده انا بثبت وزن الشخص من اول يوم هو بيبتدي معايا في دايت، ان انا بغير له الفكره بتاعته. طيب في انظمه طالعه موضه انا بشوفها من وجهه نظري، لان انا عمرنا ما سمعنا عنها، يقول لك الكيتو. يعني يمكن انا اتكلمت عنه قبل كده بس انا حسيت ان هو مش مناسب لكل الناس. مش كل اللي بيدي الكيتو ده بيبقى عارف ايه الحاجات المتوفره اللي لازم يديها للجسم. في ناس بتستخدم الصيام المتقطع، لان قال لك ايه ناس بتخس في رمضان وفي ناس اجسامها بتبقى متقبله. ايه رايك في هل دي موضه ولا هل ده كل واحد بقى بيبقى عايز يطلع حاجه جديده؟ انت مع الكيتو ولا لا؟ مع الصيام المتقطع ولا لا؟ طيب هو يعني تقريبا السؤال ده سؤال مهم جدا حقيقي، يعني مهم. انا من مدرسه اللي هي ان انا اكل جميع العناصر الغذائيه بتاعتي عشان اقدر اقول ان الدايت ده مناسب لكل الناس، لازم يكون متكامل. يعني ايه؟ يعني في احنا عندنا 6 عناصر لازم اي دايت في الدنيا ما يخلوش منها، والا الدايت ده يكون غير صحي. أوكي. بمعنى ان انا عندي مثلا البروتينز، الكربوهيدرات، الدهون، الالبان، الفاكهه والخضار، كده انا عندي 6 عناصر. هتدينا دول في الدايت؟ لازم تاكليهم والا الدايت ده يكون فقير. دايت فقير يعني. دي يا جماعه بجد حقيقي، يعني الناس كلها اللي وصلت معانا ل 80 كيلو نزول و100 كيلو و113 كيلو دي كانت اكتر حاله خست في الوطن العربي كله بدايت متوازن عندنا في المركز طبعا. أيوه. عبير. وكان ده بنظام غذائي صحي وما لجأتش فيه الا لجلسات بسيطه جدا، لكن ما كانش فيه اي نوع من الادويه. طب هنعرف موضوع الجلسات وايه السيستم اللي انتوا بتتخذوه عندكم في المراكز بتاعتكم، نظام بي اكوين، ان انتوا بتحافظوا على كل حاجه حتى الجلد. بس معانا تليفون. الو الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. مين معانا؟ انا كنت حاب انا داليا. اسمي داليا. داليا من القاهره. اهلا بيكي يا داليا. اهلا بحضرتك. انا كنت حابه اسال الدكتور سؤال. دكتور اميره معاكي، اتفضلي. ايوه يا دكتور. انا اختي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. انا اختي ماشيه على نظام اسمه الكيتوني. طبعا انا حاسه مش الكيتون. ايوه الكيتو. الكيتو طبعا هي انا شايفه ان هي متغيره تماما او مغير لها مودها 180 درجه لدرجه انها سابت الشغل، بيخليها مش طبيعيه. انا بقول لها الكلام ده هي مش مصدقاني، لانها بتنزل عليه بس وشها بدا يتغير. حاسه ان هي لا مش طبيعيه. طبعا انا سمعت الدكتور ان هي من غير ادويه من غير حاجات بتقدر ان هي تقدر انها تمشي على نظام وعلى جدول معين. بس كنت عايزه اسال هل النظام ده كويس ولا فعلا زي ما انا ملاحظه ان هو في حاجه مش طبيعيه فيه؟ داليا بشكرك على تليفونك. دكتور اميره هتقول لك دلوقتي، احنا كنا لسه بنتكلم في البوينت دي، ايه اضرار الكيتو؟ بيضر الجسم في ايه؟ طيب هو الكيتوجينيك دايت او الكيتو دايت، اولا احنا عندنا منظمه الصحه العالميه لحد دلوقتي احنا عندنا 6 انواع من الدايت بس، ودول طبعا عايزين نعمل لهم حلقه كبيره، هم المعتمدين. اما اي حد يقدر ان هو يكتب كتاب او يعمل ريسيرش ويقول مثلا يا جماعه لازم تمشوا على الكيتو او امشوا على الصيام المتقطع، الانظمه دي يعني اتس نوت ابروفد ابتل ناو. الانظمه دي يعني ما فيش اي ابحاث علميه تقدر تقول انها امنه تماما. الكيتو طبعا ليه اضرار كتيره خالص، لان هو احنا بناخد الطاقه بتاعتنا من الدهون. تمام. والطبيعي ان انا باخدها من الجلوكوز. فطبيعي بيعمل اضطرابات طبعا في الجسم كتير، بيعمل اكتئاب، بيحس الواحد انه اجهاد، ما يقدرش يمارس الرياضه، وبيعمل كيتوجينيك دايت كمان. في بعض الانظمه يعني انا شايفه ان انا برضو عليها قيل وقال كتير، الصيام المتقطع. تمام. إيه رأيك فيه؟ الصيام المتقطع احنا الصيام عموما حاجه حلوه. تمام. ولكن احنا بناخد العرض بتاع الصيام ان نلاحظ ان الناس بتخس على الصيام، فده مش معناه ان انا اتبعه كوسيله للتخسيس. تمام. الصيام انا ممكن انا بحب اصوم، بصوم 2 وخميس، بصوم في الايام القمريه، في كل الاديان في صيام. لكن خلينا متفقين، انا بصوم في رمضان واول يوم العيد حتى ما ينفعش نصوم، لازم ما نفطر. لان سبحان الله من حكمه ربنا ان هو قد ايه احنا تعبنا في الصيام، فيبقى في مكافاه لينا. وكل الناس طبيعه النفس البشريه غالبا الصيام المتقطع بيخليكي تكريف حلويات وحاجات مسكره، مستويات السكر بتكون منخفضه جدا، فبيخليكي تروحي لحاجات تغذويه غلط، يعني بيخليكي تشتهي حاجات غلط. فالكيتوجينيك دايت الناس اللي بتطلع تقول كله زي ما انتوا عاوزين، سوري الصيام المتقطع كله زي ما انتوا عاوزين على الفطار وصوموا بالصيام المتقطع، فده مش يعني انا شايفه ان هو مش صح.
طيب خلينا نقول انت حضرتك بتحافظي على ان مش بس ان الست او البنت تخس، ان كمان يبقى شكل جسمها وجلدها حلو. انت عندك حاجه بتقول بي اكوينت، انت بتقولي ان في سمعنا عن جهاز شد الجلد هو الهايفو، ولكن انتوا عندكم الهايفو 3D، ايه الفرق بينه وبين الهايفو العادي لو الست او البنت حصل لها ترهل بسبب الخساسان؟ طيب اول حاجه نقول لو الدايت صحي مش هيحصل الخساسان اللي احنا عاوزينه، يعني مثلا لو الدايت متوازن مش هيحصل الترهلات او ان الجلد يحصل فيه نوع من الترهل او كده، لكن احنا لو النظام بتاعنا متوازن فيه كل العناصر الغذائيه المظبوطه مش هنلجا لان احنا النهارده للوسائل مثلا اللي هي الشد مثلا العمليات والكلام ده، لكن الهايفو بالنسبه لنا لو بيشنت جالي من بره هي اصلا مترهله فانا بقدر النهارده بالهايفو 3 دي، وده يختلف عن الهايفو العادي تمام، لان هو بيقدر يوصل لطبقات عميقه جدا من الجلد وبيقدر يطلع لي بدل الخط الواحد حوالي 10 خطوط، فبدل ما كنت بحتاج لمثلا 7 أو 8 جلسات في الهايفو العادي لا انا بحتاج لجلسه واحده بس. طب احنا وقتنا خلص ولا نطلع الفاصل يا جماعه؟ نطلع فاصل صغير ونكمل باقي حلقتنا مع دكتور اميره لطفي، استنونا. امبارح بقى حلمت حلم جميل جدا، الخير اللهم اجعله خير كده، انا خسيت خالص مبقاش عندي كرش، مش بس كده ده انا كمان حياتي اتغيرت 180 درجه وبقيت شبه نجمات السينما. الحوار ده ممكن يحصل بين اي اتنين، بس لو في واحده عندها زياده وزن هتلاقي التانيه بتقول لها يا ستي بقى او راجل يعني ما تحلمي على قدك وممكن الحوار يتقلب لضحك. بس انا عايزه اقول لكم ان احنا واحنا دلوقتي خلاص بنودع 2019 وداخلين على 2020 ان الحلم ما بقاش مستحيل وبقى حقيقه، بالعكس بنشوف حالات كده ومش بس بقوا شبه نجوم السينما ده كمان بقوا شبه نجوم هوليود. ويمكن اللي بيثبت على كده هي مجموعه الحلقات اللي عملناها من الواقع ومن الضيوف اللي كانوا معانا، والحقيقه ضيفي كل يوم ومعظم الحلقات اللي بنعملها كلها قصص حقيقيه لابطال حقيقيين خدوا القرار واختاروا الطبيب الصح وحياتهم فعلا اتغيرت 180 درجة. دايما بنقول ان علشان حياتك تتغير 180 درجة لازم يكون عندك قرار ولازم يكون عندك طبيب شاطر وكمان مكان مؤهل لعمل هذه العملية، والناس اللي بتعمل كده بتيجي من اخر الدنيا، لما بتلاقي ده موجود بتيجي من اخر الدنيا، وده حصل مع ضيف حلقتي النهاردة. خلوني بداية ارحب بضيفي واقول ان الناس بتديه الثقة دي ليه؟ لان هو اول طبيب مصري وعربي بيجري تعديل على عملية اسمها التحويل المصغر المعدة، وهي العملية الأهم في جراحات السمنة. مش بس كده، هو عنده عدد كبير جدا من الحالات وآلاف الحالات الناجحة جدا وموجودة على الواقع، واستضفنا جزء كبير منهم اللي حياتهم اتغيرت 180 درجة. الأهم من كده أنه هو بيواظب على حضور المؤتمرات الدولية وعنده مؤتمرات كتير جدا باسمه، ودايما بيهتم بكل ما هو جديد والتكنولوجي الحديث، الأهم كمان هو التخدير والأمان في هذه العملية. خلوني أرحب بداية بضيفي الأستاذ دكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر كلية طب جامعة عين شمس، رئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. أهلا بك يا دكتور أحمد، وإزاي الصحة؟ الحقيقة النهاردة أنا معايا ضيفي يعني جاي لنا من آخر الدنيا عشان يحكي لنا تجربته، وهي كانت السبب الأساسي إن هو يجي مصر، وهو مفاجأة حلقتي النهاردة، ودايما لما بقول مفاجأة هي مفاجأة هتحسوا ده مش لما اقول له ازيك، لما تشوفوا صورته بعدين لما نطلعها. برحب بيه الاستاذ محمد عبد الامير، ازاي حضرتك؟ مرتاح وزين. اهلا بيك وخطوه عزيزه ومنورنا. اشكرك رحم الله والديك. قولي بدايه حضرتك من اي دوله، منورنا منين؟ انا من العراق. الحمد لله على السلامة ومنورنا، وعايزة أقول لك إن إحنا مبسوطين جدا بوجودك معنا النهارده في قناة النهار. شكرا الله والديك، شكرا. طيب قبل ما نتكلم في أي حاجة، طبعا حضرتكوا شفتوا أستاذ محمد عبد الأمير، خلينا نشوف صورته يمكن هتحكي جزء كبير جدا من قصته. تعالوا نشوف صورته قبل كده كانت إيه. طبعا يعني الصورة بتتكلم لوحدها، دي صورتك من قد إيه بقى؟ تفتكر بقى لها قد إيه؟ هاي قبل العملية. قبل العملية. قبل العملية كان وزنك كم كيلو جرام بقى يا استاذ محمد؟ كان وزنك قد ايه؟ 175.5. 175.5، تمام. احنا عاملين العملية بقالنا قد ايه؟ صار لنا 11 شهر ونص. كم؟
11 شهر ونص، يعني داخلين في سنه. نعم نعم. قربنا نبقى سنه. اي نعم. النهارده وانت موجود في استوديو قناه النهار، وزنك كم كيلو جرام؟ هسه 89 كيلو. 89 كيلو. طيب معانا الصور قبل وبعد، ويمكن الفرق هنا يعني واضح جدا، يمكن طلعت معانا حالات كتير بس هنا الصوره الفرق، يعني انا حاسه ان يعني اقول لك على حاجه، انا شوف انا حاسه ان الوزن اكبر كمان من اللي انت بتقوله، معرفش ليه بقى. يعني النهارده باين ان انت خاسس جدا 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 جدا، يعني انا شاك بالميزان. انا بقول لك برافو عليك، انت بطل. انت عمرك كم سنه بدايه؟ انا 49 سنه. 49 سنه. نعم. بس انت عارف ان وزنك في الصوره الثانيه بيديك سن اكبر بكتير. صحيح. تحس ان انت صغرت. صحيح. يعني بعد ما عملت العمليه. صحيح. طيب قبل ما نقول بقى، انت جيت مخصوص من دوله العراق علشان تقابل دكتور احمد السبكي، شفته في التلفزيون. أنا شفت الدكتور أحمد السبكي في التلفزيون. وشفته على الفيس. فالرجل يعني ثقتي كلش عالية صارت بي. أنت صدقته؟ لا ثقة وكل وثقت فيه مجرد ما تفرجت عليه، حسيت أنه هو ده اللي هيغير لك حياتك. أي مو أكو ثقة. إذا أكو ثقة بيني وبين الدكتور أحمد راح يصير أكو تعامل. أوكي. بس إذا ما أكو ثقة بيني وبينه أي تعامل ما يصير. لو بجنبي بصفي قاعد، لو قاعد بصفي أي تعامل ما يصير، لو ما بتثقش فيه، لو ما بس دكتور أحمد أنا عندي ثقة بي يعني من السما للقاع. الثقة دي هي اللي خليتك تقرر تقطع تاكت وتنزل مصر عشان تقابل دكتور أحمد السبكي. نعم نعم نعم، هي اللي خلتني أجي على مصر وأعمل العملية يا دكتور أحمد السبكي. طيب خليني لأن أسألك فضل. لأن ابن وادم وغيرة. ها. كل إنسان ما عنده غيرة ها في الطب وفي العمل مالته. قصدك إنه بيغير على عمله يعني. على عمله نعم، عنده غيرة على عمله. أوكي. زين. هسه إحنا عندنا دكاترة ببغداد وبالعراق، خل توصل الحكاية، خل يوصل الكلام لهناك. بس جيب فلوس. ما يصير. يعني أنت من تجي يجيك مريض المفروض أنت غيرتك عليه يصير، المفروض تداوي وتعالجه، لأن هذه القضية قضية إنسانية قبل المبلغ وضمير وضمير. زين. فكل الشغلات الحلوة لقيتها في الدكتور أحمد الله يحفظه والله يستر عليه. حبيته كمان لما قابلته فيس تو فيس، يعني حبيته. والله والله مو بس حبيته، إنما مسوي فضل علي، لأن أنا من كنت سمين يعني ماكو نفس، ماكو عمل، ماكو نوم، ماكو دي يعني ما فيش، يعني مش عارف يتنفس، مش عارف يشتغل. أيوة مش عارف. أيوة ينام. كل ده كان حياتك واقفة. في النوم يعني أسولف لك بس سالفة واحدة. فضل. بالنوم من أريد أنام ثلاث مخاديد، ثلاث مخدات. أيوة. وحاط هالشكل في نص الليل قعدت. دي خدرانة كلتها. دي كلها خدرانة. قعدت هالشكل النوب، لما داريت أريد أنام على الصفحة الثانية بعد ما أقدر أنام، لأن راحت النومة من يعني عندي. أبسط حلم بالنسبة له أنه مش عارف يعني. هاي أبسط شيء، مش عارف يتنفس. مش عارف يتحرك. وثانيا نظري قوة. يعني أنا سايق سيارة. أجي من بغداد للمحمودية بالليل على السكن. اشوف كل شيء اشوف ما شاء الله، بينما قبل الا البس مناظر. نظرات. فنظري قوه. صحتي صارت عال العال ما شاء الله، الحمد لله والشكر. اكلي طبيعي. كل شيء اللي اريد اكله اكله، ششتهي اكل، والحمد لله والشكر. هنتكلم في موضوع. والله يحفظك ان شاء الله دكتور، والله يستر عليك انت واطفالك. شكله حبك. أيوة. على المستوى الشخصي هنتكلم بقى في الشغل وفي الحياه وفي الاكل. بس خلينا نسال بقى دكتور احمد من الجانب الطبي. يعني حاله استاذ محمد من الحالات اللي بتدعو للتفاؤل، هو مبسوط قوي ان هو اتغير، وكمان العامل النفسي بينك وبينه واضح جدا ان هو حبك. كلمنا عن حالته بقى الصحيه، ايه الامراض اللي كان بيعاني منه، اختيارك العمليه عشان يخس وما شاء الله يتغير بالشكل ده يا دكتور. هو يعني المميز في حاله استاذ محمد، وان كان دايما الحمد لله ده حرصنا مع كل المرضى، ان احنا دايما بنحافظ على
قناعة المريض وثقته أوكي. وراحته النفسية، وبنديله فرصة ان هو يعبر عن اللي جواه ويقول لنا مشاكله في الأول، ويبقى فيه رابط وعلاقة بيننا وبينه، مش مجرد دكتور بيعمل له العملية ويحقق له نتائج كويسة وخلاص. لكن احنا دايما بنبقى على تواصل قبل العملية وبعد العملية. يعني كل اللي خارج مصر بيتواصلوا معايا أنا مباشرة، أي استفسار عن بيقدر يسألني، فده بيخلي فيه نوع من الراحة والثقة والإحساس. أنا عايز أقول لحضرتك في ناس بتجرب الأول تتواصل معايا قبل العملية فترة عشان يشوفوني همل من كتر الأسئلة وما تواصلش معاهم ولا لا. أوكي. يعني أنا تواصلت وياه قبل ست شهور دكتور احمد، قعدت 7 شهور بتكلموا قبل العمليه؟ ايه قبل 6 شهور تقريبا. هي يا نهار ابيض، ده بيدي احساس للناس، وكمان بقى لنا 11 شهر عاملينها يعني. اصل هو المريض بيجي من مسافه، فهو عايز يطمن ان هو او عايز يطمن انه لما يحب يلاقي الطبيب بتاعه المسافات مش هتمنعه من ان هو يوصل، وان في طرق للتواصل طول الوقت. ده بيخليه يعتبر ان عامل المسافه مش موجود، مش موجودة. والراحة والتواصل متواجد على طول. هلاقي ان انا لما احتاجك هلاقيك في اي وقت. هو ده اللي عايزه. بالظبط. طب انت اتكلمت على العامل النفسي، وده واضح ان انا حاسه ان له يعني نسبة كبيرة من حالته الصحية ان هي تكون احسن، هو مرتاح نفسيا وحابب الدكتور ومطمن له واثق فيه. تعالى نتكلم بقى على الجانب الطبي. مشكلة التنفس دي يا دكتور، انا حاسه ان وزنه كان كبير جدا. في درجة من السمنة دايما بيبقى معاها حاجة اسمها سليب أبنية، يعني انقطاع النفس أثناء النوم، ولا قدر الله دي بتبقى أحيانا أسباب من أسباب حدوث الوفاة المفاجأة اللي محدش بيبقى فاهم. ده نايم كويس، ده كان متعشي وواكل كويس وعمالين نهزر وشرب ولا قدر الله صحينا الصبح لقيناه كذا. دي للأسف بيحصل انقطاع للتنفس، بيزيد ثاني أكسيد الكربون، بيخلي الإنسان نفسه يروح وثاني أكسيد الكربون بيخليه مش واعي. فكأنه نفسه بيروح وهو مغمى عليه، في حالة إغماء، زي اللي بيحصل أحيانا اختناق. شوفي أحيانا يقولك كنت جوه الحمام باخد شاور ومشغل البخار، وبعدين زاد ثاني أكسيد الكربون خلاه أغمى عليه. في ناس لا قدر الله ممكن بيحصل لهم مشاكل بسبب حاجه زي كده، ان هو ما قدرش يستنجد ان انا عندي مشكله. اوكي. فدي من الحاجات الخطر جدا اللي احنا بنقول لما نوصل لعلامتها معناها ان احنا دخلنا في دايره الخطر الكبيره. فما نستناش. الحاجات دي هي اللي بتخلي المريض يبتدي ياخد الخطوه اللي هو احيانا قلقان منها. وخدي بال حضرتك، هو جاي من العراق، واحنا المرضى بيجوا لنا من العالم كله، لان هو مش مستسهل الموضوع. هو لو شايف ان الموضوع سهل وسيمبل كان راح زي ما قال لحضرتك لاقرب دكتور جنبه. خلاص جنبه بالظبط. لو هيروح يعمل لوز او مراره او كذا مش هيفكر يسافر. بس هو لما فكر يعمل عمليه في جهازه الهضمي هتتحكم في اكله وشربه وصحته وراحته العمر كله. أوكي. فبدأ يقول لك لا أنا أدرس وأفكر وأدور. وده المميز في جراحات السمنة، إن هي مش جراحات تقليدية سهلة مرارة وشلتها وخلاص بحصواتها. كل الناس هتشيل المرارة تقريبا أولموست نفس النتيجة ونفس إنما ده حجم معدة، ده كمية أكل، ده أنواع أكل، ده راحة في حاجة يومية بتعمليها 3-4 مرات وممكن أكتر. دي حياة، ده لايف ستايل. فعشان كده جراحات السمنة وإن كانت أصبحت متطورة وسهلة، لكن الطرق الجراحية المختلفة بتدي نتائج مختلفة. وأبسط التفاصيل بتنعكس على راحة المريض وحياته واحتياجاته لمكملات غذائية أو فيتامينات أو ما شابه. أوكي. إحنا طبعا اخترنا التحويل المصغر للمعدة. احنا اخترنا تحويل المصغر عشان استاذ محمد قال انا عايز اعمل عملية مريحة ومضمونة وامان، ومضمونة ان انا مهما اكلت او كترت من الحلى او الحلويات ما تخلش. استاذ محمد صحيح. واحنا قاعدين في الاستراحة بيقولوا له تشرب ايه؟ قال لهم اشرب شاي وعايز نص الكوباية سكر.
انت بتحب الحلويات. بحب الحلويات. اوكي، هي دي كانت السبب بقى ان زياده الوزن دي. دلوقتي لما بيبقى نفسك في حاجه حلوه بتاكلها؟ اي اكلها. بتاكلها وما تتخنش. ذاك اليوم اسولف لك. اسولف لك دي هنحكي لك. اوكي يعني احكي لك. اوكي نحكي بالعراقي يعني. دخلت على السوق فمشتهي لحم غنم. اوكي لحم غنم دسم طبعا. يعني صغير. صغير احنا نسميه يعني صغير. فباوعت شفت لحم غنم صغير. قلت له وزن لي هذا. قال هذا كثير يعني هواي. قلت له وزنه. طلع 3 كيلوات لو 4 كيلوات. رحت انه جبت بانيه، جبت ثوم، طبخت يعني. اي فعندي بنتي قالت هتاكل كل ده صح؟ اي بنتي ايش قالت؟ قالت هاي شنو؟ يعني هذا كله راح تاكله انت؟ قلت لها بابا ركبي ومعاه تمن. ركبت تمن، ركبت اللحم كليته والبانيه والكذا. انا قاعد على الميز. اوكي. قلت له خلي الجدر هنا، خلت الجدر هنا، وخلت الجدر هنا. العين تاكل. اوكي. مو المعدة. هو بيحب الأكل. وهو عايز يقول يعني هو بيتفنن. أنا الأكل. أحب الأكل. الأكل. أنا زيك، أنا زيك. دكتور. ففتحت الأقباقة ضليت أباوع عليهن هالشكل. شميت وكلت بقى. شميت. طلعت لي عظمة شوية هالشكل. أكلتها. معاها يمكن 5 خواشيك تمن. المهم ان انت ما تخنتش في النهايه. ايه دي اهم حاجه. كملت قلت له تعي بابا شيني بالليل صبي لي منه تاني. لا كلنا كده هنعمل تحويل مستغرب. قالت لي بابا شنو معنات هاي ليش هالشكل؟ قلت لها بابا الاكل مو المعده تاكله، العين بتاكل قبل العين. طب انا عايز اسالك سؤال اهم في موضوع الصحه. احنا واحنا بندردش قبل الهوا انت قلت لي ان انت عندك مشروع حداده وبتشتغل كمان سواق. فالاثنين محتاجين ان انت ما تبقاش وزنك تقيل، لان السواقه دي بتحتاج مسافات طويله والقعده هتتعبك. وكمان المهنه الثانيه محتاجه ان يكون تعمل مجهود، فمشكله في التنفس. انت امتى قررت قلت انا لازم اخس؟ انت بقالك كتير وزنك كان زايد، امتى قررت ده؟ ايه اكتر حاجه ضايقتك قلت انا هروح لدكتور اكتر شيء؟ اكتر شيء بسنه 2016. ايه اللي حصل بقى؟ ايه الموقف اللي خلاك تروح لدكتور احمد؟ الموقف اللي خلاني، لان الحركه مالتي دكتور بعد راح تتوقف. يعني وصلت المحل مش عارف تتحرك. ايه يعني راح تتوقف الحركه مالتي. لان لا اقدر اطلع ويا جماعتي. امشي يعني اتحرك. وصلت الى مرحله من اريد اكل. امدد هالشكل بالقاع واكل. ما يصير. مش مفيش حركه. أي ما أي ما ده غير مشكله طبعا التنفس والمفاصل وغيره. التنفس المفاصل دي يعني هسه عندي عصاره. يعني لو شفت اياها موجوده طاق لها صوره. هاي مال المفاصل دكتور. يعني على طول بالليل اني ادهن رجلي الى هنا. تمام. طيب إيه انت دلوقتي احكي لنا بقى، انت خلاص الحمد لله ربنا كرمك، حياتك اتغيرت ازاي اتغيرت بعد العمليه؟ احكي لنا بقى عشان ندي الناس نظره. اتغيرت 1000%. اولا لبسك انت النهارده ما شاء الله شيك طبعا جداً. طبعا شكلك طبعا صحتك، كلمنا عن الحاجات دي غير ان انت بتاكل في نفسك. كلمنا يعني عن صحتك. اولا بلبسي كنت ما البس غير بس الدشداشه. الدشداشه هي اللي ساتره علي الجلباب. غيرها ماكو. هسه الحمد لله وشكر قميص بنطرون. نومتي طبيعيه، نفس مالتي طبيعي تمام. نظري قوي. اكل اللي يعجبني. ايش مشتهي اكل؟ هسه راح اطلع على اسكندريه اروح اكل سمك. اوكي. سمك بحري. طب دكتور احمد قبل ما نختم النقطه الاهم في حواره، هو بيحب الاكل. الناس دايما بتقلق منها ان انا هاكل اللي في نفسي بعد التحويل المصغر ومش هتخن تاني. قبل ما نختم حلقتنا، فهو ده النقط اللي احنا بنقول. ان الحوار مع المريض قبل العمليه. الجراح لازم يفهم طبعه عشان ما احنا كنا ممكن عملنا له التكميم. ما كانش هيعرف ياكل الكميه اللي هو عايزها.
الانواع اللي هو عايزها والحلويات وهيجي يحط الاكل زي ما قال لحضرتك هياكل هيدوق بس وبعدين مش هيقدر. أوكي. انما احنا بنقول ان التحويل عمليه من خطوتين فيها تصغير معده وفيها الخطوه الاهم وهي التحويل لعدم امتصاص 70% من الاكل. فمش هصغر المعده قوي فبسيبها اوسع شويه. فالمريض بيحس ان هو يقدر ياكل كميه معقوله من كل الاكل اللي بيشتهيه. وزي ما قال لحضرتك اكل الصبح واكل دسم وياكل منه بالليل. وفعلا ده اللي بيحصل، مرضى في التحويل ممكن ياكل 5 مرات في اليوم. اوكي. وفعلا قال لك رجعت اكلت تاني بالليل بالظبط. وبعدين مش معنى انه ياكل انه يزيد. هو بياكل ومع ذلك بيخس. هو عامل العمليه من 11 شهر وما زال لغايه الشهر اللي فات بيخس، وصل لغايه 89. أوكي. وهو لسه احنا قايلين له ان هو هيوصل لل 80. اوكي. يعني احنا عاملين العمليه بحيث انه يوصل ل 80 كيلو. هو كمان بقى له 11 شهر فالنتيجه حلوه. في حاجه كمان ملاحظه دكتور احمد، ما شاء الله وشه ما فيش فيه تهدل ولا يعني تحس انه بيبي فيس كده يعني. بالظبط. واخد مع انه اخد الفيتامينات 6 شهور فقط. عكس زي ما انت بتسمعي يقول لك تحويل معناها فيتامينات العمر كله. لا، احنا ادينا له 6 شهور ولسه عاملين له التحاليل في الزياره اللي جه بيها المره دي بعد ما تم سنه. أوكي. تحاليل كلها الحمد لله سليم. انا مشكورك جدا دكتور احمد على النتيجه، انت نورتنا. وعايز اقول لك انت بجد بطل ومبروك عليك نجاح العمليه. وانت النهارده بني ادم جديد بجد، ف بجد نورتنا وبجد برافو عليك ونورت مصر. اشكرك اشكرك. شكرا ليك استاذ محمد عبد الامير. طبعا كل العالم ومصر والعراق اخوات طبعا، واحنا بنحبكم جدا، نورتنا. واشكر طبعا ضيفي يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى بيكون يعني سبب انه يغير حياه ناس 180 درجه زي الاستاذ محمد عبد الامير، الاستاذ الدكتور احمد السبكي استاذ جراحات السمنه والسكر كليه الطب بجامعه عين شمس، رئيس الرابطه العربيه لجراحات السمنه والسكر، عضو الفيدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر. شكرا يا دكتور. شكرا احمد. شكرا استاذ محمد. لما بيكون في دكتور شاطر ولما بيكون في حل لمشكلتك ممكن تجي لها من اخر العالم علشان تحقق حلمك. ربنا يا رب يديكم الصحه، اشوفكم في فقرات مختلفه وزاء الصحه. فبراير من الشهور الحلوة بالنسبة لستات كتير عشان فيها مناسبة كده بيكونوا مستنينها، وهي عيد الحب أو الفالنتاين. بالنسبة لعيد الحب بقى احنا عاملين لكم مفاجأة، بس النهاردة المفاجأة دي مش بس لكل اتنين بيحبوا بعض اللي هو راجل وست، لا ممكن انت بتحب مامتك تجيب لها هدية، تحبي صاحبتك، يعني الناس تعبر لبعض عن الحب، لان الحب هو مش المقصود به الحب بين رجل وسيده فقط، ولكن الحب هو كل انواع الحب. قررنا نعمل لكم حلقه قبل شويه بالفالنتين عشان تلحقوا تستفيدوا منها، لان فيها مفاجآت حلوه، وان شاء الله كل الناس المحتاره في الهديه تقدر تجيب الهديه دي من خلالنا ومن خلال ضيفتي الجميله اللي النهارده قررت بمناسبه الفالنتين تعمل لكم خصم وكمان تجاوب على كل اسئله السوشيال ميديا اللي جات لنا. برحب بضيفتي الجميله دكتور منى العمده، كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه. وهابي فالنتاين. هابي فالنتاين. وهنتكلم بعد الفالنتاين بقى نشوف ايه الهدايا اللي جت، بس تعالي نشوف هديتنا النهارده. أوكي. طيب قبل ما ندخل بقى نجاوب على اسئله السوشيال ميديا، قولي لهم بقى المفاجاه بمناسبه الفالنتاين على الهديه الحلوه اللي ممكن تعمليها ليهم اللي تساعدهم ان هم يقدموا هديه لناس بيحبوها. شفنا في الفتره الاخيره على السوشيال كميه اوردرات غير طبيعيه من ترو لايف، والحلو الجميل ان مش رجاله بتطلبها للستات فقط، لا ممكن بنت بتجيبها لوالدتها، بنت بتجيبها لصاحبتها، يعني صاحبتها بتتجوز تروح تجيب لك كادو بتاعها وهي رايحه ترو لايف، هديه حلوه. ان هي بتفيد البشره فحاجه بتفرح اي ست. اوكي. قررنا ان احنا نعمل خصم 33% بالظبط. 33% هيبتدي من دلوقتي من وقت اذاعه الحلقه بالظبط لحين انتهاء عيد الفالنتاين. اوكي. فدي فرصه كويسه لكل الناس. كل البنات بقى اللي بعتت لدكتور منى من خلال صفحتها ومن خلال صفحتنا جمعنا شويه اسئله كده وان شاء الله نجاوب عليها في حلقتنا النهارده. اول سؤال مريم بتقول، سؤال مريم حلو قوي، هو كان تاني سؤال بس انا قررت انه يبقى اول سؤال لانه حلو. بتقول عندها اثار حبوب شباب وبدا يبقى موجود عندها حفر،
ازاي ممكن ترو لايت يعالج لها ده؟ فكره الحفر دي، فاحنا وصلنا لمرحله صعبه في البشره، وصلنا لمرحله انها سابت الابسس من غير ما تعالجه، او حبوب الشباب من غير ما تعالجها، لحد لما اكل السيلز وساب حفره وساب علامه، ساب تصبغ وساب حفره. احنا معانا الحل برضو في ترو لايت، ما سبناش حتى دي، بس في ستيب لازم تمشي عليها. اول ستيب الجل هيقشر التصبغ، هيزيل الغمقان، هيفتح اللي هو مدي على كلف نتيجه لحبوب الشباب. وبعد لما اثار التصبغات تنتهي، ممكن تستخدم بعدها السيروم هيملأ الفراغ اللي الحبايه انتجته. تمام. فاول ستيب الجل، تاني ستيب السيروم. طب هستخدم الاثنين مع بعض يا دكتوره؟ اه، في نفس الوقت. يعني مش الاثنين مع بعض في نفس الدقيقه، بس في نفس التايم. يعني انا احط دلوقتي الجل وبعد ساعتين ثلاثه احط السيروم، لان ده بيشتغل على حاجه وده بيشتغل على حاجه ثانيه، فمش هيعارضوا بعض. اوكي، هايل. طيب في حد بقى بيقول لك كل سنه وانتي طيبه يا دكتور. احنا داخلين على عيد الحب، فاحنا عارفين احنا داخلين على الحب، وعاملين الحلقه دي هي عايزه تبقى في عيد الحب تبقى وشها منور وعندها نضاره. انا بقول لك ما تستنيش لعيد الحب على طول، اكتبي بشرتك. اه، انتي جايه متاخر، بس هنلحقك. يعني اسمها ايه؟ هي مش كاتبه اسمها. اوكي. اللي بعت السؤال ده نقدر نقول له ان انت من اول مره استخدام، وانس ان انت تستخدميه اول مره، انت بتلاقي افكت. يعني تقدري تستخدميه من دلوقتي لحد يوم الفالنتاين، هتنزلي ببشره مشرقه. لو عندك غمقان ممكن يفتحها درجه او درجتين، ممكن يلحق يوحد اللون 50%. لو عندك كسور 70% هتحصل لها ملء بالهيالورونيك. اوكي، طيب تعالي نشوف سؤال شيما. وشيما عندها هالات سودا، عايزه تعرف تعالجها ازاي، وعايزانا ان احنا لو يعني هنطلع لها المنتج، اي واحد من الثلاثه من دول هيعالج الهالات السودا، وازاي تحطه تحت العين، لان هالات سودا تحت العين. فبتقول لك وريها الطريقه. بنتكلم على الهالات السودا، يعني الغمقان، يعني بنتكلم على الجل. الجل. اه، احنا نقدر نعمل كده. ادي الجل اهو. وزي ما قلنا قبل كده، احنا يعني مش تنزلي للاخر. لا، هو عشان علشان ما نزلش كتير كده. تقصدي ما نقدرش الكميه بتاعت الجل، عشان هي نص تكه بتديني الافكت بتاعي، فما هقدرش البرودكت بتاعي. بصوا، انا نزلت كميه اكتر من دكتور مرة، لان انا اتكيت لا هي نص تكه. اوكي. والجل لو حوالين العين هالات سودا، يعني هنا كده احنا نعمل كده، هتطبطب بقى حوالين العين، تفضل تطبطب تطبطب تطبطب، هتلاقيه اتشرب. اوكي، تمام. شفتوا الطريقه يا شيما؟ علشان هي اهي، هنعمل كلوز عليها. ده الجيل هو على ايد دكتور منى، شايفين لمعته حلوه ازاي، وهي بتقول لك الطريقه اللي بتستخدمها، وهيدينا في الاخر مات. اوكي، مش هيضايقها خالص. طيب. بلمعه او انت يمكن جاوبت على ده في حلقه قبل كده، بس هنجاوب عليه تاني. الناس ان هو تحت العين، هنحطه منطقه تحت العين من المناطق الحساسه. ريحته حلوه قوي. اه، ريحته جميله. بصي، انا بحب ريحه العرقسوس الخفيف ده، اللي هو مش يكون مكثف، وكمان الكوجك عامل ميكس معاه، فمديني ريحه انا بحبها. لا بجد ريحته حلوه، يعني ريحه محدش ينفر منك لو قاعد جنبك وانت بتستخدميها، بالعكس يقول لك وريني انت بتستخدمي ايه. ده الجل اهو، لو انتوا هتشوفوه معانا اهو، ده الجل اللي انت هتستخدميه. منطقه بقى حوالين العين او تحت العين، الكسور او نتكلم حوالين الفم او الجبهه او الرقبه او الايد، ممكن نستخدم على الايد الثانيه السيروم. اوكي، او نستخدم هنا عشان الكاميرا تشوف معانا. خليكم مع دكتور منى. ممكن تبقى في وان دايركشن كده كده، اوعي تعملي كده وتعملي كده، انت كده بتهتكي البشره، وبقولها في كل حلقه كده كده. وفي ستات من شغل البيت صوابعها بتبقى مكرمشه،
اطلعي الصوابع، اطلعي الصوابع الحتة دي بالذات عند العقل بالظبط، وتلاقيها يعني احنا ممكن نقلع الخاتم كده عشان الناس تبقى شايفه معانا اهو كده. اوكي ده انسان وانس اول مره انت بتلاقي افكت الجلد المكرمش اللي شكله مقزز بالنسبه لك وبيخليكي دايما تحطي فاونديشن وانت نازله على ايدك، تحطي خواتم كتير عشان تداريها، ابدا انت تقدري تستخدمي السيروم مره واحده تلاقي افكت. ما بينمعش يا جماعه لا مت هقول تاني وتالت زيت الجوجوبا مش بيدينا لمعه، والبشره وزبده الشاي مش بتديني لمعه ومش بتدهني بمعنى اصح. اوكي بس عشان عايزين يشوفوا بس. طيب خايفه اقول لك ان هو في فرق بين الاثنين، يقولوا ان انا بقول دعايه بس لا دي حقيقه. لا هو باين هنا يعني في فرق فعلا. وانا عايزه اقول لكم ان كمان هفضل فتره استخدمه عشان عندي ايد من السواقه غامقه شويه، هستخدم الجل عشان اشوف النتيجه لان انا عندي ايد اغمق. وبعد الجل السيروم هيملا التجاعيد اللي هي خفيفه من كتر الاستخدام. اوكي تعالي نشوف السؤال اللي بعد كده. دنيا بتقول ان عندها مسام وشها واسعه جدا، اي كريم مرطب مش بيأثر معاها وما عندهاش نضاره، هل المسام الواسعه اصلا محتاجه كريم مرطب؟ بتهيألي خالص مش هو ده علاجها اصلا، هي محتاجه الهيالورونيك. أوكي. ولو بشرتها جافه هتحتاج شويه مرطب يعني السيرم. السيرم مكونات وزيت بتشايا اللي هي بتعمل ترطيب، ولو بشرتك دهنيه ما بتضرهاش. أوكي. زيت الجوجوبا اللي هو لو دهنيه ما بتديكيش لمعان لان دي خصائص زيت الجوجوبا. طيب السحر بقى الهيالورونيك ده اللي بيقفل المسام وبيقرب المسام من بعض وبيعمل بقى اللي هي الشده اللي هي انا حساها بايدي دلوقتي. فيش مشدوده البشره مشدوده غير دي مشدوده ومقربه المسام ببعض. بس تستخدم السيرم مختلف السيرم من ترو لايت. طيب مدام علا عندها 40 سنة بتشتكي ان وشها بدأ يظهر فيه تجاعيد بس والميك اب مش عامل حاجة وده السن هنعمل ايه؟ عايز اقول لك 40 سنة وبدأ يظهر لك تجاعيد ده انت بطلة كده، ده احنا من 25 و20 عندنا تجاعيد اكتر من كده دي اكيد مدام سألت واهتمت هي اكيد بتستخدم كريمات وبتهتم ببشرتها، يعني ست بتهتم ببشرتها. بس ليه بوسي اوصل للمرحله الثانيه دي؟ انا ليه ما افضلش واقفه هنا بالظبط؟ ليه السن ما يجريش كرقم وانا بشرتي تفضل كده؟ ما هو دكتور احنا بنبقى عايزين ما نوصلش لده بس ما بنبقاش عارفين. ما هو احنا طالعين انا وحضرتك نقول للناس عشان بالظبط ترو لايت السيرم او الجل او اللوشن بيحافظ على بشرتنا. مش شرط تكوني عندك تجاعيد او عندك مشاكل عشان تجري تستخدميها غلط. انت من بدايه البلوغ اهتمي ببشرتك، بشرتك بتكون حصل فيها نضوج. وانت نازله الصبح استخدمي اللوشن سان بلوك سان بروتكشن فاكتور 30 موجود فين في دول عشان الناس بتتلخبط؟ اهو تالت حاجه في اللوشن. والناس كتير بتسالنا يعني على السوشيال ميديا طب يا دكتور انا ممكن استخدم واحد بس اصل انا عندي تجاعيد بس انا عندي سام بلوك بتاعي، هقول له سوري سام بلوك اللي عندك ما عندوش الاكتف انجريدينت اللي موجوده في ترو لايت اللي هو المين اللي بين الثلاثه اللي هو فيتامين سي. اوكي طب يا دكتور منى فيتامين سي دوت مفيد يعني للبشره؟ بيعمل ايه للبشره يا دكتور منى؟ بيدينا نضاره بيدينا نحط كمان بيدينا نضاره بيدينا حمايه من الاثار الجانبيه لليو في اي واليو في بي. اوكي وانا بشوف ان اللوشن برضو نستخدمه في وان دايركشن برضو اي ميك اب ازاي بقى عشان كده اهو اوكي اي ميك اب اي كريم اي حاجه انت بتستخدميها تريتمنت على بشرتك في وان دايركشن ولو حوالين العين توب توب طبطبة حوالين العين اي حاجه تانية في وان دايركشن اتجاه واحد. بصوا البشره الجافه عامله زي الاسفنجه. انت بشرتك جافه جدا انا عايزه اقول لك احط الحاجه على تشربها السيروم
هيبقى مفيد جدا ليكي. السيروم ليه؟ في زبده الشيا وفي زيت الجوجوبا، ده بيغذيلك البشره بطريقه انت ما تتخيلهاش. ويا سلام لو حطيتيه قبل ما تنامي، هتصحي وشك مورد. السيروم قبل ما ننام وشك هيبقى مورد. حطيته يعني بشرتي تشربته بسرعه. ويمكن دكتور منى هتجاوب بقى على سؤال انواع البشرات ده عشان بيجي لنا كتير دلوقتي. انا عندي لوشن وعندي جل وعندي سيروم. انت يمكن الحلقه اللي فاتت قلتي لي انا ما يعني انا المفروض بدل ما انا عاملاهم في باكت بتاعتهم، يبقى المفروض الثلاثه مع بعض زي ما بنقول روتين للبشره. تمام. كل بشره بقى هتستفيد من كل حاجه من دول بايه؟ الجافه هتستفيد بايه؟ الدهنيه هتستفيد بايه؟ البشره المختلطه هتستفيد بايه؟ بلس بقى التجاعيد والتصبغات والحاجات الثانيه اللي احنا قلناها عليها. جميع انواع البشره بتستفاد. لان الجل واللوشن والسيرم فيه فيتامين سي. واي بشره دهنيه مختلطه جافه بتعشق الفيتامين سي. هو ده اللي بيحيي البشره من اول وجديد. اوكي. طيب نتكلم على حاجه حاجه، نتكلم على السيروم. السيروم بيعالج التجاعيد وبيعالج الكسور وبيحمي من الشيخوخه المبكره. مش شرط يا بنات يا ستات، مش شرط يكون عندي تجاعيد وكسور عشان استخدم السيروم. هفضل اقولها وانس ان انت حابه تهتمي ببشرتك ويبقى استخدام يومي، انت بتستخدمي السيروم من ترو لايت واللوشن اللي هو سان بلوك من ترو لايت قبل ما تنزلي الصبح وتتعرضي لاشعه الشمس. أوكي. والجل عشان لو عندك تصبغات. طب يا دكتور منى انا اقدر استخدم الجل في اكتر من اريا بعيدا عن الوش والرقبه والايد؟ اه طبعا. اي اريا سنسيتيف انا اقدر استخدم الجل فيها. هايل. ايه اندر ارم، الكوع، الركبه، يفتح لي غمقان في المناطق دي فهيفتح بالظبط، يفتح لي درجه الاسكان بتاعتي ووصلها للدرجه اللي انا اتولدت بيها. فقد ايه؟ وانس من اول مره انت بتحسي باختلاف وبتحسي بدرجه افتحت. أوكي. على مدار الوقت انت بتوصلي للون الاسكان اللي يرضيكي. بس طب انا هقول لك بقى، قولي لي بقى نصيحه كده كاصدقاء. انا بشرتي جافه وما بحطش واقي شمس وعندي شويه تجاعيد وعندي شويه نمش صغيرين، قولي ده هيعمل لي ايه ده وده هيعمل لي يعني كل مشكله حاسه ان ليها حل. بشرتي جافه اللي هو ناشفه، عارفه انت في صحراء. يبقى لازم اولا دي كادو مني ليك يا بوسي. ثانك يو يا جماعه، ده بجد انا هجربها اهم، هجربه وهقول لكم النتيجه وهنزل لكم كمان يعني بره الهوا نشيل الميك اب كده ونبقى نصور واحنا بنعمل. وممكن نعمل بيفور وافتر. اوكي. نعمل ده عشان البنات والستات يبقى عندهم ثقافه يا بوسي. احنا قاعدين هنا عشان عايزين كل ست في البيت تبقى راضيه عن بشرتها. كل بنت شايفه والدتها بقى عندها شويه اكتئاب، لا تروح تديها ترو لايت. هدايا حلوة. اه طبعا. تروح تديها ترو لايت تقول لها مامي انت ما كبرتيش، انت اهتمي ببشرتك، صدقيني هتبقي دلوعتها على مدار بقى الكورس. طب نفكر الناس قبل ما نقول كل حاجه هتعمل ايه بالاوفر الجميل عشان الفالنتاين، عشان الناس برضو ايه تبقى عندها فكره اللي ما شافتش من بدايه الحلقه، تعمل لنا اوفر كام في الميه؟ 33%. 33% yes. من هنا لحد يوم الفالنتاين. اه لحد 14/2. اوكي تمام. تعالي نقول مثلا البشره الجافه بتستفيد هنا بايه؟ يعمل لها ايه؟ هنا الترطيب فين؟ البشره الجافه السيرم. سيرم ترطيب. طيب البقع عندي شويه الجل. بقع الجل اهو ادي الجل. طيب شويه تجاعيد صغيرين السيرم برد. السيرم. طب اللوشن بقى هيعمل لنا ايه؟ سان بلوك. اوكي. يحمينا من التصبغات اللي احنا عمالين نعالج فيها بالجل. اوكي عشان كده ده روتين انتوا عاملينه مع بعض بالظبط. يعني انا ما ينفعش اديكي حاجه تعالج لك التصبغات وتنزلي حضرتك الصبح في الشمس يحصل لك تصبغات فترجعي لدكتور منى والله يا دكتور انت ترو لايت ما عملش معايا افكت. طب ما حضرتك بتنزلي في الشمس وبتجيب لنا تصبغات فوق اللي احنا بنعالجها. فعندك اللوشن بيحمينا من ده. طيب في نانسي بقى كانت بعت سؤال بمناسبه الشمس ده بس مش عارفه هنجاوب عليه ازاي بقى. نانسي بتقول ان هي خلاص حصل لها غمقان ناتج على عن الشمس وعدم توحد في لون البشره، فهي هنا في امل في حالتها ولا لا؟ طبعا. هتعمل بس ايه؟ بالجل ثم اللوشن. أوكي. الجل هيعالج المشكله اللي عندها واللوشن هيعمل ستوب لاي مشكله هتحصل. بس
اوكي طيب. الناس بقى اللي بتتكلم بتقول ان فكره التجاعيد الزياده، هي مثلا بقى لها فتره تجاعيد بتظهر وهي كانت بتستخدم مثلا بوتوكس، تمام؟ ينفع تعمل ستوب للبوتوكس وتبقى ده بديل ليها الكريم؟ هو ينفع بس ولا لازم يكون قلبها جريء شويه، لان البوتوكس بيديكي الافكت اللي انت عايزاه وانت في العياده. أوكي. بس بعد 6 شهور بيحزنك على بشرتك دي. انا صريحه جدا. يعني انا مش ضد البوتوكس، اكيد هيجي عليا يوم هعمله، اكيد هكبر لو ليا يعني عمره في العمر بقيه هعمل فيلر وهعمل بوتوكس زي اي ست. بس انا ضده. يعني في اصعب الحالات اوكي، لكن ان يبقى عندك كسره خفيفه ودكتور التجميل يقول لك بس انا بشكه واحده تمام، بعد 6 شهور هتبكي. افرضي معكيش فلوس، الكسره هتتضعف. اوكي هتتضعف. مش لانه ده مش تريتمنت خالص. ده ما بيعالجش. البوتوكس ما بيعالجش. البوتوكس لو هو نوع بيرفكت 6 شهور بس. طيب السيرم واللوشن والجل مترو لايت تريتمنت. اوكي انا بعالج السيلز، تطلع لي سيلز حيه. مش بخفي العيوب. طيب في معايا سؤال، معانا وقت ناخد اخر سؤال. ناخد اخر سؤال. بتسال على نضاره البشره، تمام؟ هل عشان يكون عندها نضاره لازم تستخدم المنتجات دي؟ وعايزاكي تفهمي الناس يعني ايه نضاره بشره. الناس برضو مش فاهمه النضاره دي يعني ايه. نضاره بشره يعني تصحي من النوم تبصي في المرايه تبقي راضيه، تبقي مبسوطه. ما تقوليش ايه ده انا عندي شغل ونازله انا شكلي تعبان، انا تحت عيني منفوخ ليه، هعمل ايه في المشكله دي؟ طب حوالين الفم المشتاج في كسور وفي اجهاد، هعمل ايه؟ لا هتعملي، هتستخدمي ترو لايت على مدار ايام، هيخليكي تنزلي وانت واثقه من نفسك من غير ميك اب. وعلى فكره انا وبوسي في الاوضه كنا بنتكلم في ده حقيقي. الميك اب دي حقيقه. انا وبوسي يمكن المهنه الاساسيه عندنا كرسي الاعلام. ده عايز ميك اب كتير جدا، فعمالين نتكلم مع بعض. تعرفي انا اول ما هخرج همسح الميك اب وهحط حاجه تريتمنت، لان انا بشرتي بتجهد والاضاءه والحاجات دي فعلا بتاثر جدا، بتاثر علينا وبتعجز بدري. ولاي حد عنده شغل في شركه في حاجه، اي ست بتنزل فول ميك اب، طب اهتمي ببشرتك. لو انت مضطره تحطي ميك اب، لو انت مضطره طول الوقت تبقي فول ميك اب في الوقت اللي انت بتكوني في البيت فيه قبل الميك اب، عالجي بشرتك. عالجي بقى. يبقى في بالانس بين الاثنين. دكتور منى، هابي فالنتاين، وكل سنه وحضرتك طيبه فالنتين. وكل ست وكل بنت وام، وبنقول شكرا ليها على الاوفر الحلو ده 33% من هنا اليوم 14/2، وثانكس على الجفت الحلوه دي. هجربها وهنطلع لكم بعد كده فيديوهات بقى على السوشيال ميديا من غير ميك اب، ونشوف طريقه استخدام انا ودكتور منى. نورتينا وكل سنه وانت طيبه. هابي فالنتاين دي. هابي فالنتاين دي. شكرا دكتور منى العمده، وكل سنه وانتم طيبين. اشوفكم في فقرات مختلفه. وازاي السلامه.